السلام عليكم متتبعي قناة مريم شانيل، مرحبا بكم، رجعت بكم من جديد لغورينا اللي لقيتها دايرة واحد الصولد واحد التخفيضات في ملابس الأطفال من عام حتى 14 عام. وبالنسبة لهاد غورينا البنات هادي ديال عين سبع كازا، عين سبع حدا محطة القطار عين سبع، جات غورينا ما بين محطة القطار عين سبع وما بين ستاسيون شال. بالنسبة لاكارت اللي كتسولوني عليها البنات، هاد لاكارت راها كدير 50 درهم، ممكن تشتركي فيها انتي والصديقات ديالك او العائلة ديالك وتبقاو تقداو بها لمدة عام كامل. يعني البنات راها رخيصة بزاف. وبالنسبة للناس اللي كيسولونا، راه كاين بزاف ديال الفروع في المغرب كامل، من طنجة للقويرة، كازا راه فيها شي 8 الفروع ديال غورينا. هاد غورينا ديال عين سبع خاصة بالصولد على طول العام، هادي هي الأوتلت، يعني جميع المجازات اللي كتبقى فيهم شي سلعة كيجيبوها لهاد غورينا هادي. كيف ما كتشوفوا راها كبيرة بزاف، كيجيبوها هنا وكيديروا لها الصولد. يعني هاد غورينا تاع عين سبع خاصة بالصولد على طول العام. نخليكم تشاهدوا الفيديو ما نطولش عليكم، وفرجة ممتعة. Thank you.
Thank you.
Thank you.